مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم. ما زلنا معا على شاشة قناة النيل الاخبار في القاهرة، متواصلين معكم ومتابعين للشأن الفلسطيني وتطوراته، خاصة وان الحرب الفلسطينية الاسرائيلية والعدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني منذ يوم 7 أكتوبر الماضي وصل الى اليوم 13 بعد 100. هذه الحرب التي أسقطت حتى الآن أكثر من 25,000 شهيد وأكثر من 65,000 جريح، هذا بخلاف آلاف المفقودين والمشردين الآخرين. في آخر التطورات، سقوط نحو 174 شهيدا على مدى 24 ساعة الماضية، يأتي هذا بالتزامن مع عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع جلسات وقرارات محكمة العدل الدولية التي تابعناها بالأمس والتي رفضت بشكل واضح العمليات العسكرية الدائرة في الأراضي الفلسطينية، وطلبت إسرائيل بتقديم تقرير واضح عن العمليات الدائرة هناك وعما إذا كان وقعت عمليات إبادة جماعية أم لا، طلبتها بتقديم هذا التقرير في غضون شهر من الآن. أيضا ضمن العمليات والتطورات الميدانية، قائد كتيبة إسرائيلية للمدرعات قال إن قواته تم سحبها من شمال القطاع مع تلويحه بوقف العمليات العسكرية في هذه المنطقة الفلسطينية. اليوم نتابع هذه التغطية المباشرة مع حضرتكم، ويشرفنا بالحضور الدكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. تحياتي لحضرتك استاذ احمد ولكل الساده المشاهدين متابعين. اهلا وسهلا. نبدا مع حضرتك ومع كل الساده المشاهدين بمتابعه هذا التقرير الذي يرصد لنا اخر التطورات، وبعده نبدا الحوار. قرار شجاع وان شابه الضعف. محكمه العدل الدوليه رفضت التماسا قدمته اسرائيل لرفض القضيه، وامرتها بمنع قواتها من ارتكاب اباده جماعيه بقطاع غزة. المحكمة امرت اسرائيل ايضا ببذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، رغم انها لم تصل الى حد الامر بوقف اطلاق النار كما طلبت جنوب افريقيا. وقضى القرار على امال الفلسطينيين في اصدار امر ملزم بوقف الحرب في غزة، لكنه يمثل ايضا انتكاسة قانونية لاسرائيل التي كانت تأمل في اسقاط القضية المرفوعة بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية. خلصت المحكمة إلى أن الفلسطينيين تشملهم الحماية بموجب الاتفاقية، وأن هناك قضية يجب الاستماع إليها حول مدى حرمانهم من حقوقهم في حرب قالت المحكمة إنها تسببت في ضرر إنساني جسيم. المحكمة دعت أيضا حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات 7 أكتوبر، وأشاد مسؤولون فلسطينيون إلى حد كبير بالقرار. وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية في الخارج لحركة حماس إن القرار سيسهم في عزل الاحتلال وكشف جرائمه في غزة. كانت جنوب إفريقيا أحالت الدعوة في وقت سابق من الشهر الجاري، وطلبت من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة لوقف القتال الذي أودى بحياة أكثر من 26,000 فلسطيني حتى الآن. جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في هجومها على قطاع غزة، في حين سعت إسرائيل إلى إلغاء القضية واصفة مزاعم جنوب إفريقيا بأنها كاذبة ومشوهة بشكل صارخ. وأمر القضاة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية والمعاقبة على أعمال التحريض، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني وتقديم تقرير عن التقدم الذي تحرزه في غضون شهر. غير أن المحكمة لم تبت في مزاعم الإبادة الجماعية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وأشادت حكومة جنوب إفريقيا بقرار المحكمة ووصفته بأنه نصر حاسم لسيادة القانون الدولي. يلا بينا. وبالتزامن مع جلسات المحكمة وقراراتها وحالة الزخم على صعيد المجتمع الدولي التي انتابت عددا من الدول اليوم بخروج عدد من المظاهرات في عدد من المدن الأوروبية، كانت هناك للأسف عمليات عسكرية إسرائيلية ضد عدد من المناطق والمدن في قطاع غزة، منها رفح
وخان يونس وبيت لاهيا وجباليا وغيرها من المواقع الفلسطينية. دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية، أهلا وسهلا بحضرتك. أولا كيف ترى كل هذا الزخم الذي حدث بالنسبة لأصداء قرارات المحكمة، وبالتزامن أيضا مع ذلك تقوم قوات الاحتلال باستمرار عملياتها العسكرية رغم جلسات المحكمة ورغم ما صدر عنها من قرارات؟ يعني خليني اقول لك استاذ احمد في البدايه انه محكمه العدل الدوليه ده الجهاز السادس من اجهزه الامم المتحده، يعني ده الجهاز الاعلى والارفع قضائيا في العالم والمنبثق عن ميثاق الامم المتحده، وهو يمكن الجهاز الوحيد اللي بيكمن مقره خارج الولايات المتحده الامريكيه. وبالكلام ان احنا يعني هناك دعوه تم تقديمها لمحكمه العدل الدوليه في 11 ابريل الماضي، وبعد مرور اسبوعين فقط تجتمع المحكمه وتصدر قرارها، وده القرار المبدئي اللي هي الاجراءات الاحترازيه الطارئه ل يعني ضمان حمايه الفلسطينيين وضمان دخول المساعدات واجبار اسرائيل. تابعنا كلنا نص القرار على شاشات القنوات الفضائيه، واللي منها كتير قوي من توصيات يجب على اسرائيل العمل عليها وتنفيذها، واعلام المحكمه في غضون شهر بتقرير عما تم من اجراءات في هذه التوصية. يعني احنا النهاردة بنتكلم انه ليست هناك احاديث سياسية في الامم المتحدة، في الامم المتحدة والجمعية العامة على سبيل المثال بيقال اكتر من كلام المحكمة بكتير. في المجلس الامن تم عقد اكتر من 5-6 جلسات لمناقشة الوضع، وتم يعني الحديث من المجموعة العربية اكثر من هذا بكثير. ولكن القيمة الحقيقية هنا اننا في محراب العدالة، في امام قضاء دوليين تم تعيينهم في محكمة العدل الدولية وهي المحكمة الأعلى والأسمى، وبالتالي على إسرائيل إما أن تلتزم بهذه التوصيات أو يتم كشفها إلى الأبد رغم كل المهاترات والتبجح والإنكار والكذب طوال الوقت في رواية إسرائيلية يتم التسويق لها على مستوى العالم بأن إسرائيل لا تمنع المساعدات عن الفلسطينيين، إسرائيل لا تمنع دخول الوقود والمياه والكهرباء، إسرائيل يعني تقوم بحرب عادلة للدفاع عن نفسها، لا تقتل المدنيين، لا تقتل الأطفال. وبالتالي نحن أمام قضاء، القضاء هنا له إجراءات حقيقية وله تفاصيل مختلفة بعيدا عن الأقاويل السياسية التي يمكن أن تقول ونرد عليك أو نقول وترد علينا دون النظر إلى أي اعتبارات يمكن إدانة إسرائيل فيها أو لا. في وجودنا في المحكمة الدولية هناك في النهاية قرار سيتم إدانة إسرائيل ويتم إجبارها على تنفيذ. سقوط حوالي 174 شهيدا بخلاف مئات المصابين على مدار 24 ساعة بالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة، هل يعني في رأيك يعني استهانة إسرائيلية بالمحكمة وبقراراتها، أم بالفعل المحكمة ليست ذات قيمة حقيقية يمكن أن تفيد القضية الفلسطينية حاليا؟ لا بالعكس، يعني المحكمة لها قيمة كبيرة وخطوة يعني كبيرة جدا يمكن البناء عليها في مقابل الأيام. لكن خلينا أقول لحضرتك أنه إسرائيل بقرار المحكمة إذا كانت تعتبرها لا قيمة لها وأنها دولة فوق القانون وأنها دولة لا تعتد بالقرارات الأممية في مجلس الأمن، لكن في قرارات المحكمة الدولية هناك فتح واضح للانتهاكات الإسرائيلية للجرائم الإسرائيلية، وده اللي خلى قادة إسرائيل جن جنونهم. يعني يقال الآن بمتابعة القنوات الفضائية الإسرائيلية والمتابعين والضيوف حتى يعني تصريحات القادة الإسرائيليين في الوزراء الإسرائيليين، الكل يدين هذا القرار بشدة وكأنه السبة في جبين إسرائيل، لأنه الدولة التي قامت بعد يعني مجازر وإبادة تمت لشعب يهودي تعاطف العالم معهم بالكامل أصبحت هي مدانة الآن أمام أكبر محكمة دولية، ودي سبة كبيرة في جبين إسرائيل وفي جبين الجيش الإسرائيلي لا يمكن محوها بسهولة. كمان الأضرار اللي ممكن يعني تحصل لإسرائيل بناء على هذه الأفعال وهذا السلوك من المحكمة. لكن في النهاية هناك حكومة يمينية متطرفة أقرت وتعلم تماما أنها مستمرة في الحرب مهما كانت الخسائر. لكن واسمح لي ردا على كلام حضرتك، بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي خرج بمنتهى الجرأة بعد اجتماعات المحكمة
قائلا ان اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، هكذا يردد دائما، وكذلك انها لا تقتل مدنيين بل وتلتزم بجميع قوانين الحرب، القوانين الدولية الخاصة بمثل هذه الصراعات، وان اسرائيل هي التي في موقع الضحية، وان قرارات المحكمة تمثل عارا على القضاء وعلى القانون الدولي. كيف تفسر هذا الرد؟ وهو ده بقى قيمة محكمة العدل الدولية، أننا لسنا في منتدى سياسي ولا محفل سياسي يمكن الرد بمجرد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أوضح أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض السيد وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق. كما اطلع السيد الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب زيادة المضطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين والجهود الجارية في هذا الصدد إنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار. واطلع السيد الرئيس كذلك على تطورات تفعيل مبادرة تحالف وتنمية التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة لوضع خطط تنموية نابعة من كل إقليم ومحافظة تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية. وقد خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ 1 مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة. كما شهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا، ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الامكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر. وقد تطرق الاجتماع ايضا الى جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة اعدادها وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة، حيث تم استعراض ميزانية المستشفيات الجامعية التي ارتفعت 3 أضعاف خلال الأعوام 10 الأخيرة لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية. كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميا وعالميا، وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر. هكذا مشاهدين تابعنا هذا التقرير الذي أوضح لنا مجموعة من اللقاءات والمباحثات والقرارات الرئاسية. نواصل حديثنا عن آخر التطورات الخاصة بالحرب الفلسطينية الإسرائيلية والعدوان على قطاع غزة مع الدكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى. كنا نريد من حضرتك يعني إيضاحا أو تفسيرا للموقف الإسرائيلي الذي خرج مدافعا عن إسرائيل على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومؤكدا أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين في قطاع غزة رغم سقوط عشرات أو حوالي 175 شهيدا على مدار 24 ساعة. خليني أقول لك أستاذ أحمد أنه هنا قيمة محكمة العدل، أن أنا أمام جهاز قضائي قضاء محترمين تم انتخابهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن على مستوى العالم، بيمثلوا توزيع جغرافي مهم على مستوى العالم، وبالتالي ليس هناك حديث للكلام والرد والتفاصيل، هناك إجراءات وهناك شهود عيان. مجرد قبول الدعوة التي رفعت من جنوب أفريقيا هو في حد ذاته إدانة،
نص القرار جه امبارح انه للمحكمه الحق في النظر في هذه الدعوه، وللمحكمه انها يعني رات انها تشعر بان هناك اباده جمعيه او هناك يعني شبه اصرار على اباده جمعيه، فقبول الدعوه في حد ذاته هو ادانه مبدئيه لاسرائيل. القرار ياخد سنه ياخد سنتين ياخد الوقت، لكن في النهايه يكون في ادانه حقيقيه لمن ارتكب هذا الجرم في حق الشعب الفلسطيني، وده اللي خلى القاده الاسرائيليين بشكل كبير يعني في ردود افعال عنيفه ضد قرار المحكمه، رغم ان احنا كلنا في المجموعه العربيه في الشعوب العالم بترى انها مجرد توصيات، وانه كان يجب النص صراحه على وقف اطلاق النار، الا انه حتى هذا جنى جنون اسرائيل، واتهموا قضاه المحكمه بمعاداه الساميه وانهم ضد الشعب اليهودي وتفاصيل كتير ليها علاقه بانهم يعلموا تماما ما ستؤول إليه الأمور في قبول هذه الدعوة في المحكمة العدل الدولية، أنه يعني لا يمكن الكذب عليهم بمجرد أحاديث مرسلة، هناك أدلة حقيقية وهناك ارتكاب جرائم حرب حقيقية وهناك إبادة تتم للشعب الفلسطيني، وهو ده قيمة الذهاب إلى محكمة العدل وقيمة التوصيات التي خرجت أمس بعد أسبوعين فقط. مهما طال أمد التقاضي والمحاكمة في رأيك، وعفوا طبعا المقاطعة، هل تعتقد أن في حالة الإدانة والاتهام الرسمي من محكمة العدل الدولية هل سيمهد هذا لمحاكمة قادة ومسؤولين جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ هو من المفترض أن يتم ذلك، ولكن خلينا نرجع للسؤال الأولاني أستاذ أحمد، اللي هو رغم صدور هذه التوصيات إلا إسرائيل مستمرة في القصف والقتل والتدمير في قطاع غزة، ولم تفرج عن مساعدات كثيرة ولم تلتزم بنصوص التوصيات، لأنه في النهاية احنا عندنا حاجتين مهمين. الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل ويرأسها بنيامين نتنياهو الذي يعلم أن وقف إطلاق النار أو إنهاء المأساة في غزة هو يعني انتهاء لمستقبله السياسي في إسرائيل بعد استطلاعات الرأي اللي قالت أنه منافسينه بيتقدموا عليه بشكل كبير جدا. الحاجة الثانية هو الغطاء الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، سواء كان غطاء سياسيا في مجلس الأمن أو بتقديم المساعدات العسكرية. احنا بنتحدث اليوم عن أن تم إبرام صفقة سلاح للقوات الإسرائيلية، أكبر صفقة سلاح، وبالتالي نحن نتحدث عن أن الدولة الكبرى في العالم، الدولة المهيمنة والمسيطرة على المؤسسات الدولية، هي شريك سواء بالمساعدة أو بالتواطؤ في مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تتم في قطاع غزة. حضرتك تتفق مع حديث وزيرة خارجية جنوب إفريقيا قالت إن أي طرف سيدعم إسرائيل في الوقت الحالي سيصبح طرفا في القضية وربما يصبح متهما أيضا. ده مش بس جنوب افريقيا، ده هناك اصوات من داخل الولايات المتحده الامريكيه، وهناك بعض الدعاوى التي رفعت على يعني وزراء وزير الدفاع والرئيس الامريكي باتهامهم بالاشتراك في الجرائم التي تتم في غزه او عدم منعها على الاقل بالضغط، انما هناك مساعدات عسكريه تتم الى اسرائيل طول الوقت، هناك غطاء سياسي يتم توفيره باستخدام حق النقد الفيتو في مجلس الامن عندما يتم عرض مشروع قرار لوقف اطلاق النار، وبالتالي إسرائيل تتصرف وهي تحت المظلة الأمريكية بالحماية سواء في المجلس الأمن أو في غيره من المنظمات الدولية. لكن تعلم حضرتك طبعا حجم الهيمنة والضغوط التي تمارسها بعض القوى الكبرى على جميع الأطراف التي تمولها وترتبط مع، يعني مثلا الضغوط الغربية من خلال مجلس الأمن مثلا باستغلال حق الفيتو لحماية إسرائيل، الضغوط الغربية أيضا على الأمم المتحدة. تعلم حضرتك المصير الذي آل إليه الراحل الدكتور بطرس غالي صحيح في فترة التسعينيات صحيح بسبب إدانته للحرب حينها، كذلك الآن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض حلفائها على الأمم المتحدة أيضا. اليوم كانت هناك مجموعة من القرارات الغربية من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا ووقف التمويل لها لفترة مؤقتة. وخليني نكمل على حديث حضرتك أنه يعني هذا هو النظام الذي أردتموه، يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وخروج المنتصرين وعصارة الفكر والتجارب الإنسانية من يعني حل النزاعات بشكل سلمي ومنع ارتكاب جرائم حرب والعلاقات التعاونية ما بين الدول، رأينا الأمم المتحدة بكل مؤسسة
المؤسسات باجهزتها السته الكبار بمجلس الامن بالهيمنه الامريكيه بالمواثيق والعهود الدوليه سواء كان القانون الدولي، القانون الدولي الانساني، حتى اتفاقيه الاباده الجماعيه، اتفاقيات جنيف الاربع. كل هذه المسائل هي كانت عصاره الفكر الغربي لما ارتضوه لاقامه العلاقات ما بين الدول. ان تاتي الولايات المتحده الامريكيه وهي الدوله المهيمنه او الدوله القطب الاعظم في العالم لينتهك هذه القيم التي وضعوها او التي شاركوا في وضعها، اعتقد انه ده يعني هبوط تام للنظام الذي ابتدعوه او الذي اقاموه، وبالتالي على الدول الكبرى الاخرى التي لديها الرغبه في تغيير طبيعه النظام الدولي، لديها القدره زي الصين زي روسيا، عندما يتهمهم بانهم انه نظام دولي غير عادل، انه نظام دولي لا يحترم الا مصالحهم، انه نظاما دوليا يجب ان ننشئ منظمات مقابله له وموازيه له لاعاده التوازن، اعتقد انها يكون لها صدى كبير في العالم، وبالتالي تسقط الولايات المتحده بمنظومتها الاخلاقيه والقيميه. الرفض الامريكي لوكاله اونروا بل واتهامها واتهام بعض موظفيها بالمشاركه في عمليه 7 اكتوبر طوفان الاقصى، هل هو يعني مسانده فقط لاسرائيل ام هو لحمايه نفسها من اتهام جنوب افريقيا لملاحقتها ايضا جنائيا امام محكمة العدل؟ يعني انا اعتقد ان الولايات المتحدة لا تأبه باتهام جنوب افريقيا او غيرها من العالم. الولايات المتحدة وقفت وحيدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الذي خرج ب يعني ضرورة الضغط على اسرائيل لادخال المساعدات. كانت اسرائيل والولايات المتحدة و يعني 10 دول من الدول الجزر التي لا يعلم عنها احد ضد اكثر من 152 دولة في العالم، الولايات المتحدة استعملت حق النقد الفيتو 5 مرات ضد مشروعات قوانين في مجلس الامن لضرورة وقف الفوري لاطلاق النار والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي لا تأبه الولايات المتحدة طالما تعلم انه لا يمكن لاحد في العالم ان يسائلها او يعارضها او يحاكم حتى قادتها في الجناية الدولية او غيرها من المؤسسات. الولايات المتحدة هي التي ابادت شعبا كامل في اراضي، هي التي احتلت العراق، هي التي احتلت افغانستان خارج منظومة الامم المتحدة، ولم نرى بعد كل هذه الانتهاكات والفظائع التي تمت باسم الاحتلال الامريكي لهذه الدول وارتكاب مجازر وقتل اكثر من 1,000,000 في كلا من الدولتين، لم يتم تقديم احد الى المحاكمة ولم تثبت احد او يعني اي من الاجهزة الاممية او المنظمات الدولية اي ادانة على الولايات المتحدة الامريكية. حتى الان الموقف الغربي تحديدا يندرج يعني تحت عنوان واحد، وهو ان الجانب الفلسطيني وتحديدا حماس هي المسؤولة عن انفجار الوضع واندلاع الحرب، وانها هي التي جرت اسرائيل للحرب. كيف يمكن اقناع الجانب الغربي وتحديدا امريكا بعكس هذا الموقف، بان الشعب الفلسطيني ضحية احتلال على مدى سنوات طويلة، وانه ضحية حصار ايضا على مدى عدة سنوات، وان اسرائيل هي التي اوصلت الامور الى هذه الحالة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، الى اي مدى يمكن ان تسير هذه الاحداث الى احداث حالة من العزلة الحقيقية لاسرائيل على مستوى العالم؟ يعني في السؤال الاولاني انا بعتقد انه الموقف الغربي لم يعد كله في سله واحده، يعني الولايات المتحده تعلم يعني علم اليقين ان اسرائيل هي التي تقتل المدنيين وتقتل الاطفال وتقتل النساء، وكل المراسلات والخطابات والتوصيات انه بتقليل الخسائر في المدنيين وهم يعلمون ذلك، حتى ان الرئيس الامريكي قال ان انا اشعر بتعاطف ناحيه اسرائيل رغم ان اعلم ان الشعب الفلسطيني يعيش في كارثة إنسانية لا يمكن تحمل. وبالتالي يعني هناك إصرار رغم علمهم أن إسرائيل هي الظالم، هي التي ترتكب إسرائيل في بداية الحرب، وده نتيجة الدعم. يعني هناك يعني تركيز أساسي وعقيدة راسخة لدى الولايات المتحدة بحفظ أمن إسرائيل وتقديم لها الدعم طوال الوقت سواء كان عسكريا أو سياسيا. أما الموقف الغربي الباقي، يعني عدد من الدول الغربية هناك مراجعات حقيقية، وخليني أقول لك إنه ده نابع أستاذ أحمد من الجهود المصرية اللي
بذلتها منذ بداية الأحداث في مراجعة الرؤية الإسرائيلية اللي حاولت تسويقها، وإنه ما تم هو نتيجة يعني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية في الضفة وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية، وحالة القتل والتشريد والتدمير وخروج ويعني كل هذه المسائل. كمان يعني وزير الخارجية المصري في أكثر من منتدى دولي قال إنه الأحداث لم تبدأ في غزة في 7 أكتوبر، الاحتلال على مدار 70 عاما ينتهك الأراضي الفلسطينية ويقتل الفلسطينيين ويحاول أن يقضي على القضية الفلسطينية. الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل الجهود المصرية اللي تمت منذ بداية العدوان ومؤتمر القاهرة للسلام والمشاركة في القمة العربية الإسلامية في الرياض وعدد من المؤتمرات الدولية والاتصالات الهاتفية واللقاءات الثنائية كلها كانت بتصب أن توضيح هذا الموقف الغربي الذي يجب أن يطلع على ما يتم فعلا في الأراضي الفلسطينية، وأن الفلسطينيين شعب معاقب، شعب يعني يتم قتله كل يوم بدم بارد، ويجب أن نبذل كل الجهود لمساعدتهم وإقامة دولة فلسطينية. طيب مع نعم طيب معنا اتصال هاتفي الآن. طيب معنا الآن دكتور صبري صيدم، اهلا وسهلا. معنا مشاهدينا الان هاتفيا من رام الله دكتور صبري صيدم نائب امين سر اللجنه المركزيه لحركه فتح الفلسطينيه، اهلا وسهلا بحضرتك معنا دكتور صبري. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير. اولا في رايك يعني ما هي المواقف التي او ردود الفعل حتى الان من حركه فتح اذا اولا استمرار الحرب، وثانيا قرار تعليق المساعدات عن وكاله اونروا، رغم ان هذا التوقيت يعني عصيب بالنسبة للموقف الانساني للشعب الفلسطيني والاشقاء في غزة بالتحديد؟ كل التحية والمحبة لكم اخي العزيز ولشعبنا المصري العظيم، والتحية لشعبنا الفلسطيني. بطبيعة الحال يعني هناك اسئلة كثيرة تحوم في الافق الان، خاصة مع هذا القرار، قرار قطع التمويل عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد سويعات بسيطة من صدور قرار محكمة العدل الدولية، مما يطرح سؤالا كبيرا عن سبب هذا القرار وخلفيته، خاصة وأن الادعاءات التي سيقت في صناعة وصدر كتاب القرار جاءت من قبل الطرف الإسرائيلي. كنا نتوقع أن تتحلى الدول بالحكمة نتيجة الوضع القائم ونتيجة حالة المحرقة القائمة والمفروضة على الشعب الفلسطيني، أولا لأنه جاء من الطرف الذي هو في قفص الاتهام، الطرف الإسرائيلي، ثانيا أن يجري التحقق من الأمر قبل الحكم على اللاجئين المنتفعين من خدمات هذه الوكالة الأكبر بالإعدام نتيجة وقف هذا التمويل. نحن نقول بأن هذه الحرب ليست حرب على فصيل، وإنما حرب على الكل الفلسطيني. نتنياهو يمضي قدما الآن في طمس الهوية الفلسطينية باتجاه فرض الترحيل في قطاع غزة عبر زج الناس باتجاه منطقة رفح وصولا إلى الحدود المصرية، آملا أن يدفع الناس الحدود باتجاه مصر وأن يخترقوا هذه الحدود، وأيضا عمليات عسكرية متواصلة في الضفة الغربية، آملا أيضا في ترحيل الفلسطينيين هناك. لذلك الإبادة مستمرة، وقرار محكمة العدل الدولي لم يوقف نتنياهو على الإطلاق، وهو عاقد العزم على القضاء على الهوية الفلسطينية برمتها. هل يمكن أن نتوقع توقف وكالة أونروا عن تقديم خدمتها؟ أخي العزيز، عندما نتحدث عن أستراليا، عن إيطاليا، عن بريطانيا، عن ألمانيا، عن فنلندا وعن أمريكا، نحن نتحدث عن كبريات الدول الممولة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وبالتالي نعم الجواب على سؤالك، ستتوقف خدمات الوكالة تماما في حال قطع التمويل. هم يقولوا بأنهم أوقفوا التمويل، البعض قال في بياناته بأنه ينتظر نتائج التحقيق، ولكن هذا القرار بحد ذاته سيعني وقف الإمدادات الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة، والتي هي بالمناسبة وكما تعرفون كأشقائنا في مصر نتيجة الإجراءات التعقيدية الإسرائيلية هي أصلا متعثرة ولا تفي بأقل الغرض المطلوب منها جراء هذه الحالة، حالة العدوان المستمرة على أبناء الشعب. بالنسبة لكم في حركة فتح، هل ترون أن من الواجب الآن مثلا أن تقوم الوكالات المختصة من الدول العربية الشقيقة بدورها لتحل محل وكالة أونروا ولو مؤقتا كنوع من الإسهام والمساندة في هذا التوقيت العصيب؟
هو أخي الحبيب، الوكالات العربية تستطيع أن تقوم بأمرين: أولا أن نستعيض عن التمويل الأجنبي، ونحن لا نريد إلغاءه ولا نروج لإلغاءه على الإطلاق، ولكن على الأقل أن توفر هذه الثغرة التي ستحدث جراء وقف هذا التمويل، وأيضا أن تعزز هي من إجراءاتها عبر إدخال المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني. لكن لا غنى عن مؤسسة دولية هي أحد أهم الأذرع الإغاثية التابعة للأمم المتحدة. وبالمناسبة القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية هو صادر عن أكبر مؤسسة عدلية أممية تابعة للأمم المتحدة، وعليه إحنا نتحدث عن ذراعين رئيسيين الآن تحت النيران، نيران الاحتلال الإسرائيلي، بفعل أولا القرار الصادر عن المحكمة، وثانيا القرار الصادر عن أررو باستمرار العمل الإغاثي الذي تقدمه الشعب الفلسطيني. لذلك بالفعل عبر شاشتكم العزيزة ندعو الوكالات العربية الشقيقة لتعزيز دعمها لوكالة الغوث، وأيضا أن توفر المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني ضمانا لثباته وبقائه ومنع مشروع التهجير. في هذا السياق، ما المتوقع والمطلوب من اجتماعات جامعة الدول العربية المرتقبة؟ بطبيعة الحال احنا نريد شبكة الأمان العربية أن تفعل. أنا لا أتحدث فقط عن الموقف الرافض للترحيل والرافض للعدوان، بل أيضا أن يكون هناك شبكة الأمان المالية القادرة على دعم الشعب الفلسطيني والإيفاء بما أطلق من وعود سابقة فيما يتعلق بشبكة الأمان هذه، أيضا الاستعداد الجدي والحقيقي للمعركة القادمة في مجلس الأمن، مجلس الأمن الذي سيلتئم يوم الأربعاء ليطرح على طاولته موضوع قرارات المحكمة، محكمة العدل الدولية، حتى تقرر هذه القرارات ولا يكون هناك فيتو أمريكي. لذلك مهم بدء كل الحوارات والنقاشات، وأن يكون للعالم العربي الفعل المطلوب باتجاه أن يكون هناك لجنة. وماذا تتوقعون من اجتماعات مجلس الأمن؟ طبيعة الحال يعني الأمور ليست واضحة. كثير من الدول التي تمنعت بالأمس القريب تقول بأنها تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية، ننتظر لنرى، وإن كان من المرجح أن تعود أمريكا لاستخدام حق النقد الفيتو، وبالتالي تعطيل القرار الذي نرتئي جميعا ألا هو وقف إطلاق النار. نعم، هل نتوقع أيضا رفضا أمريكيا لهذا القرار؟ يعني كما أسلفت للتو أخي الحبيب، قلت بأنه نعم نتوقع فيتو أمريكي يعطل المشروع هذا القرار. طيب دكتور صبري، هل هناك إجراءات يمكن أن تتخذها السلطة الفلسطينية أو الجانب الفلسطيني بشكل عام حاليا لمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية أيضا بالاستفادة من قرارات محكمة العدل الدولية؟ نعم بطبيعة الحال، خاصة وأنه هناك ملف جاهز قدمته فلسطين منذ سنوات، ولكن أنا أقول بصراحة وبملء الفم، هناك تلكؤ يتسبب فيه كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. الملف الفلسطيني جاهز وقدم منذ فترة طويلة، ولكن هذا التلكؤ هو الذي يعطل هذا الملف. لكن بصراحة أخي الحبيب أود التوضيح بأنه قرار صادر عن محكمة العدل الدولية يحمل الكثير من الأوجه. أولا هو يضع حد لهذه المهاترات التي دارت فيما إذا كانت القضية ستقبل أم لا، وبالتالي قبلت الآن وهي محل النظر، وما قدم من دفوع من قبل إسرائيل لم يستطع أن يعطل هذه العجلة، العجلة تدور، مما يعني أن القرار المستعجل الذي صدر بالأمس ينطبق على كل أركان الحرب الإسرائيلية، وبالتالي هو يجب أن يطرحوا أمام القضاء لمعاقبتهم، وأن يتم طلب من إسرائيل تعويض على هذه الحرب، بالإضافة للجم العدوان، باعتبار أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية لا يمكن تنفيذه إلا بوقف مجريات هذه الحرب. لذلك إحنا نستطيع أن نتسلح بهذا القرار باتجاهات كثيرة وكثيرة جدا، منها المقاضاة، منها التعويض، وأيضا منها أن نتوجه لأذرع مختلفة للأمم المتحدة بما فيها أيضا مجلس حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات التي نستطيع فيها أن نفعل هذا القرار. شكرا جزيلا لك دكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، شكرا لك. دكتور إسماعيل، إسرائيل مطالبة بتقديم تقارير رسمية إلى محكمة العدل الدولية في غضون شهر، هل يمكن في رأيك للجانب الفلسطيني أن يستفيد أيضا بهذه الفترة الزمنية بتقديم تقارير مشابهة تساند موقفه وتؤيد
فكرة وقوع جرائم إبادة جماعية في غزة وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية؟ طبعا يعني، وده قيمة ان احنا في محفل قضائي مش محفل سياسي نقول مجرد كلام مرسل ومهترات لا يمكن الرد عليه. المحفل القضائي محتاج أدلة وبراهين وتقارير، وماذا فعلت عندما كنت هنا، ماذا فعلت لتصبح هنا، هناك توصيات تم نص عليها في قرار من أكبر محكمة دولية في العالم التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي على إسرائيل الالتزام بتقديم تقرير حتى لو قالت أنها لم تفعل شيء، لأنها تفعل منذ الأساس. هي يعني خلينا أقولك أنه بمنتهى التبجح الإسرائيلي كانوا بيقولوا أنه مصر هي اللي بتمنع دخول المساعدات، وسمعنا ده رواية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعلى مدار الوقت طول الفترة كانت مصر تقول أن معبر رفح مفتوح منذ اليوم الأول، وتم تخصيص مطار العريش لتلقي المساعدات، ولكن تعنت الإسرائيلي في التفتيش أو قصف المعبر من الجانب الفلسطيني هو الذي كان يؤخر ويعطل، وحتى الآن هناك تلكؤ واضح وتعنت واضح في إدخال المساعدات، وهناك تصريحات إسرائيلية لها علاقة بأنه هنا يجب أن نمنع عن الفلسطينيين كل ما له علاقة بأسباب الحياة. فدي مسألة أنه هناك شهر يجب أن ترد إسرائيل على محكمة العدل الدولية. الحاجة الثانية أنها تعلم أن الأمر في النهاية إذا كانت يعني واجبة النفاذ قرارات المحكمة، إلا أنها في النهاية لا تملك جهازا تنفيذيا وترجع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وعشان كده كان على طول بعد صدور القرار أمس كانت هناك دعوة من المجموعة العربية، وتم اجتماع عاجل لسفراء المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وتم تقديم طلب لجلسة طارئة في مجلس الأمن من الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن الآن، ويتم التنسيق للاستفادة من مخرجات هذه التوصيات الاحترازية العاجلة من يعني محكمة العدل. كمان خلينا أقول لحضرتك أنه نحن هنا أمام يعني قضاء، والقضاء دائما ما يأخذ بالأدلة والمستندات والبراهين. لا يمكن يعني مثلا في مجلس الأمن على سبيل المثال هناك خطبة عصماء من المجموعة العربية يرد عليها بمنتهى التبجح وزير الخارجية الإسرائيلي، وينكر كل ما قال ويؤكد أن إسرائيل تخوض حربا عادلة، وبالتالي يضيع الحق ما بين كلام مرسل ومهترات يعني في الأحاديث. لكن في محكمة العدل الدولية الـ15 قاضي المحترمين الذين نجل لهم كل يعني الاحترام والتقدير، بعيدا عن الضغوط الأمريكية، بعيدا عن الضغوط الدولية التي يمكن أن تمارس عليها، حتى أن القاضي الإسرائيلي يعني هناك 17 قاضي في المحكمة بعد ضم قاضي من الدولة التي قدمت الدعوة والدولة التي اتهمت في الدعوة، قاضي من جنوب أفريقيا وقاضي من إسرائيل، وبالتالي هناك 17 قاضي في هذه التوصيات. قاضي الإسرائيلي نفسه وافق على 2 من التوصيات اللي خرجت في هذا، اللي هي إدخال المساعدات أو مزيد من المساعدات، ويعني عدم الدعوة للعنف في أو استعمال العنف. طيب اسمح لي ننتقل الى جزئية اخرى من حوارنا مع حضرتك. تعلم طبعا ان محكمة العدل الدولية تفصل في النزاعات بين الدول، وبالامس المحكمة بنفسها وصفت الجانب الفلسطيني بانهم مجموعة عرقية، هكذا وصفتهم. وهذه الجزئية تحديدا يعني هي خيط ربما يعني نجاة بالنسبة للجانب الاسرائيلي ويصر على التمسك به. هنا ما المخرج؟ لأن إسرائيل تعتبر الجانب الفلسطيني مجرد مجموعة، وهذا الوصف هو الذي قالته المحكمة بنفسها. أولا، هل أخرجت المحكمة بنفسها، هل أخرجت نفسها لا هي لا أصلا لا من لا دائرة لا الحكم بهذا الفخ لا لا الذي لا وقعت لا فيه خالص، أم برأت إسرائيل بشكل مبدئي؟ لا خالص، يعني خلينا أقول لك أنه المحكمة استندت على القضية برمتها على اتفاقية الإبادة الجماعية. اتفاقية الإبادة الجماعية التي يعني خرجت أو تبنتها الأمم المتحدة في العام 1948 حتى قبل القانون الدولي الإنساني، هي أول اتفاقية لحقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين، كانت هذه الاتفاقية. الاتفاقية من 19 مادة، من المواد الأولى للتاسعة بتنص على الإجراءات اللي ممكن تكون إبادة جماعية لمجموعة
من يعني التوصيف من داخل المقررات الخاصة أو المواد الخاصة باتفاقية الإبادة الجماعية. وبالتالي لو كنا نعتبر أن محكمة العدل الدولية لا تعتبر إسرائيل دولة كان لا يمكن يعني النظر بهذه القضية لسبب بسيط. على فترة طويلة كانت إسرائيل فلسطين تجهز ملفها وتذهب إلى الجنائية الدولية على سبيل المثال يقول لك أنتم مجموعة تحت الاحتلال أو أنتم شعب تحت الاحتلال ولا 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 ولستم دولة، وبالتالي لا يمكن قبول دعوتكم. في العام 2016 تم قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، خدت صفة المراقب الدولة المراقب بانتظار الموافقة عليها كعضو كامل العضوية. وعندما تتقدم جنوب إفريقيا وهي الدولة صاحبة الدعوة على اعتبار أن الفلسطينيين شعب ومجموعة وجماعة حتى لو كانت تحت الاحتلال فده لا ينتزع عنهم صفة الدولة، وبالتالي تم قبول الدعوة من يعني قضاة المحكمة العظام قالوا ان نحن يجب ان ننظر في هذه القضية وفي هذه الجريمة اللي هي جريمة الإبادة الجماعية لمجموعة. يعني هذا التوصيف بيتم اذا كانت هناك اعمال لمجموعة اعمال إبادة جماعية لمجموعة، هذا هو نص المادة داخل اتفاقية الإبادة. العالم حاليا وتحديدا الغربي منه ينظر للصراع على انه صراع بين اسرائيل وحماس وليس صراعا بين اسرائيل ودولة فلسطين، وهي دي المشكلة الحقيقية ان احنا بنختزل الموضوع ما بين خليني اقول لك كمان انه حماس يعني مصنفة انها منظمة ارهابية في العديد من دول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي اي اعمال تقوم بها بيتم توصيفها انها اعمال ارهابية وليست اعمال مقاومة للاحتلال، وهو ده اللي بتركز عليه الجهود المصرية دوما. يجب الا نختزل القضية في حماس، يجب الا نختزل القضية انها قضية انسانية، ويجب ان نعيد القضية الى انها شعب تحت الاحتلال يجاهد ويكافح من اجل الحصول على حقوقه ضمن دولة فلسطينية قادرة على العيش بسلام. يعني هو ده اصل القصة. يعني مصر عندما تتحدث مع الجميع تقول ان مفتاح الاستقرار في هذه القضية هو اقامة دولة فلسطينية. قد يكون الحديث عن دولة فلسطينية مجرد حديث سهل وبسيط في كلمتين، ولكن بالنظر الى ان نتنياهو يقول اننا افتخر انني منعت إقامة الدولة الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو حتى الآن وأنا ضد اتفاقية أوسلو، نعلم أننا أمام حكومة يمنية هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وأن التفاوض معها ليس سهلا، وأن تقوم أو ما تقوم به من أعمال إجرامية وإبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية هو ما يمكن أن تتصف به هذه الحكومة اليمنية المتطرفة. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ولوجودك معنا اليوم دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا. شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا نهاية هذه التغطية، لكن قناة النيل للأخبار ما زالت معكم مستمرة في متابعة التطورات الخاصة بالشأن الفلسطيني وغيره من الشؤون والأخبار. إلى اللقاء.